وزارة التربية والتعليم نظمت احتفالا باليوم العربي لمحو الأمية الذي يأتي هذا العام تحت شعار مجتمع بلا أمية مجتمع حضاري، كما تم تكريم التربويين الذين أسهموا في تفعيل مجال محو الأمية. اختتام ركض العرضة ضمن فعاليات المهرجان السنوي 12 لسباقات الهجن الأهلية، ويأتي هذا المهرجان من منطلق الحرص على إحياء هذه الرياضة التقليدية الأصيلة. منظمات دولية عاملة في قطاع غزة تحذر من أن استئناف العنف سيكون حتميا في القطاع حال استمرار عدم التقدم بإعادة الإعمار وعلاج الأسباب الجذرية للصراع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. مصادر مطلعة بوزارة المالية اليونانية تشير أن أثينا تواجه عجزا ماليا طارئا، يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الاتفاق المبدئي بين المانحين الدوليين واليونان بشأن مد برنامج المساعدات المالية لليونان. إريك لاميلا لاعب توتنهام الإنجليزي يقول إن مباراة العودة أمام فيورنتينا ضمن الدوري الأوروبي تعد أكثر أهمية من نهائي كأس الكابيتال أمام تشيلسي الأحد المقبل.